بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. الحمد لله، هذه الأيام النحل يرعى بكثرة على نبتة الزريقة. نبتة الزريقة هذه ما إن يراها النحالون إلا ويستبشروا خيرا، أو يستبشرون خيرا بها، لأن فيها العسل ما شاء الله، وخاصة مع الظهيرة لما تفرز الرحيق يرعى عليها النحل بكثرة ما شاء الله تبارك الرحمن الرحيم. حتى أن نبتة القرنينة أو القمارة، كل قوم بماذا يسمونها، هذه القرنينة فيها حبوب الطلع، أما الزريقة ففيها الرحيق بكثرة. ما إن تكاد ترى شجرة صغيرة إلا وترى فيها نحلة أو أكثر من نحلتين أو ثلاث. هذه الزريقة الله يبارك ما شاء الله يوجد الكثير منها، يعني منطقتنا الجبلية هاته لما إن شاء الله أجني عسلا سيكون عسل أشواك بجميع الأنواع ما شاء الله تبارك الرحمن الرحيم. ادعوا لي إخواني بالتوفيق في الأيام القليلة المقبلة، سأجني إن شاء الله العسل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.